فرح غضبها أعمى، بس أطيب حد في ولادك. عد لغاية تلاتة هتلاقيها جاية لوحدها. واحد، اتنين، تلاتة. أنا أسفة يا بوبي. أنت بتضحك على إيه؟ بضحك عشان اكتشفت ان طول العمر ده وانا لسه ما عرفتكوش يا فرح. بس اوعدك ان هبذل كل جهدي عشان اعرف هنا عندك في ايه. يعني انا صالح طنط جهان؟ انا عارف انك جدعه يا فرح وعايزه تساعديها ترجع لبنتها. بناتها يا بوبي اتنين. ماشي اتنين، مفيش مشكله ان احنا نحاول نحل مشاكل الناس، بس في مشاكل يا حبيبتي ما ينفعش نتدخل فيها إلا بإذن أصحابها، وإلا كده هنبقى بنزودها. وأنا وعدك لو طنط جيهان طلبت مني أي حاجة أنا هعمل. يخليك إلا يا حبيبتي. قولي لي بقى كنت بتكلمي مين؟ خالته دليلة. خالته دليلة؟